مرحبا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج المرأة في الحدث المرأة القوية تبتسم وكأنها لم تتذوق الألم يوما وتضحك وكأنها لم تجرب البكاء أبدا فهي لتصنع من الألم حياة جديدة اليوم من لبنان سجل التجمع النسائي الديمقراطي الذي يعنى بدعم النساء المعارضات للعنف في لبنان ارتفاعا في عدد الاتصالات الوارده على الخط الساخن خلال شهر اذار مارس فيما توقع ازدياد خطر تعرض النساء للاساءه خلال فتره الحجر الصحي للوقايه من فيروس كورونا لنتابع معا هذا التقرير فيما من المفترض ان تاتي فتره الحجر الصحي للوقايه من فيروس كورونا كوسيله لاداء مهام متراكمه وتحتاج التريث فان الرجل اللبناني وجد فيها فرصه بتفجير عجزه المكبوت داخله بتعنيف زوجته التجمع النسائي الديمقراطي الذي يعنى بدعم النساء المعرضات للعنف في لبنان سجل ارتفاعا في عدد الاتصالات الوارده على الخط الساخن لاستقبال شكاوى النساء بنسبة 50% خلال شهر مارس، وهي فترة بدء الحجر الصحي في المنزل مقارنة مع الأشهر الماضية. المنظمة النسوية توقعت ازدياد خطر تعرض النساء للإساءة الجسدية والمعنوية والجنسية، مشيرة إلى أن الحظر ساهم في عزلهن عن الأهل والأصدقاء، وإعاقتهن عن مزاولة أنشطة كن يرفهن بها عن أنفسهن. وهذا ما أكدت عليه أيضا منظمة الصحة العالمية بالقول إن العنف المسلط على المرأة يتضاعف في أوقات الأزمات مثل الكوارث الطبيعية والحروب والأوبئة وأن واحدة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي مما يجعله الأكثر انتشارا وأشارت فومزيلي ملامبو المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الى ان الاجراءات المتبعه لمواجهه كورونا يمكن ان تؤثر بشكل سيء على ضحايا العنف المنزلي مضيفه انه في حين تدعم المنظمه العالميه اتباع سياسه العزل الاجتماعي الا انها على يقين بانها توفر فرصه للمعتدين للمزيد من ممارسه العنف على ضحاياهم ومن لبنان إلى تونس حيث تزامنت حملات الالتزام بالحجر الصحي والتحذير من فيروس كورونا حملات أخرى تحمل طابعا اجتماعيا وحقوقيا تحذر من التعليقات الساخرة الداعية إلى قضاء الوقت في الحجر الصحي بتعنيف الزوجات في المنازل لنتابع معنا الدعابه والسخريه كشفت عن ذهنيه الذكور في الشرق ونظرتهم الدونيه للمراه فمن خلال التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفيه قضاء الوقت في الحجر الصحي للوقايه من تفشي فيروس كورونا لجا بعض الرجال التونسيين الى التشجيع على ضرب الزوجات واستغلال فرصه اغلاق المحاكم ونتيجة لذلك بدأت نسوة تونسيات بحملات ناقدة ردا على تعليقات من ذاك القبيل فكتبت دكتورة تدعى زينب توجاني أن تلك الدعوات العنيفة حتى ولو كانت في شكل دعابة تعكس عقلية أصحابها وناشريها إذ يعتقدون أن من حق الرجال ضرب زوجاتهم وتعنيفهن والتحكم بهن وبمصائرهن. الدكتوره اضافت ان بعض النسوه اطلقن الصيحات فزع في بعض المجموعات الافتراضيه فاحداهن تقول انها تتعرض لتهديد من زوجها الذي يحاول استفزازها باستغلال اطفالهما لجعلها تغادر البيت في هذا الظرف الصحي معبره ان بعضهن لا حل لهن سوى ملازمه بيوتهن في جوار جلادهن من جانبها اعربت وزاره المراه في البلاد ان الرقم الاخضر المخصص لمقاومه العنف لم يهدا خلال هذه الفتره مشيره الى ان العنف الموجه ضد النساء لا يرتبط بزمن محدد منظمه نساء الديمقراطيات في تونس هي الاخرى تلقت شكاوى من نساء ضحايا عنف زوجي في فتره الحجر الصحي لم يحظين بمساعده من بعض مراكز الامن والحرس التي تعاملت معهن بلا مبالاه بحجه عدم اهتمام رجال الامن بهذه القضايا حاليا فيما أصدر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديف بتونس بياناً ينادد بمثل هذه التعليقات التي تعكس الوضع الراهن لتعنيف النساء في الفضاء الخاص. باقة من الأخبار الاجتماعية والفنية والثقافية مشاهدينا بعد الفصل. الحل ببنيه نفسيه قويه وشخصيه متزنه، يعد هذا من اهم الدعائم التي تساعدك للوقايه من فيروس كورونا المستجد الذي انتشر بشكل رهيب في كل ارجاء العالم، اذا اليك في هذا التقرير اهم النصائح التي ترشدك الى ذلك خلال فتره بقائك في الحجر الصحي للوقايه من المرض. لنشاهد. إلى أكثر الكائنات تمتعا بالعاطفة الجياشة وأكثرهم حساسية وأبعادهم منظورا للحوادث والأمور من حولها إلى المرأة لابد وأنك أكثر الناس تضررا من واقع انتشار فيروس كورونا وحصده لأرقام هائلة من الأرواح وحالات الإصابة في جوارك او حتى بعيدا عنك ولابد ان الامر يؤرقك سيدتي لذا فان تقيدك بنصائح قدمتها كل من منظمه الصحه العالميه وخدمه الصحه الوطنيه في المملكه المتحده سيعينك على الحفاظ على التوازن النفسي والفكري وكلتا المؤسستين تنصحان بتحديد مواعيد ثابته لمتابعه تحديثات الاخبار والتي تاتي من مصادر موثوقه خلال اوقات محدده من اليوم لمره او مرتين مع اخذ الحيطه من الشائعات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي كما وتضيف المؤسستان بضروره تضخيم الصور الايجابيه والقصص المفعمه بالامل مثل التي تتحدث مع الاشخاص الذين تعافوا او الابطال الذين يدعمون الاشخاص المتضررين ومنح الاحترام والتقدير للدور الذي يلعبه عمال الرعايه الصحيه ومقدمو الرعايه لانقاذ الارواح وتقبلك بان البقاء في المنزل هو غايه لحمايتك والاخرين من الاصابه بالفيروس امر في غايه الاهميه بحسب منظمات الرعايه الصحيه على الرغم من الشعور بالوحده والقلق والاحباط في بعض الاحيان الذي من الممكن ان يساعدك الافصاح عنه للقريبين من التخفيف منه واخيرا وليس اخرا فان المحافظه على عقلك نشيطا من خلال ممارسه هوايه قديمه او تعلم مهاره جديده والقيام بالانشطه المختلفه طريقه لتشتيت الانتباه عن الحاله التي تثير القلق كشف الحجر الصحي الذي أجبر الكثير من الرجال العرب على المكث في المنزل مرارة الحياة التي تعيشها النساء العربيات القابعات في المنازل بذريعة حجر الشرف والعورة ليقدمنا اليوم نقدهن لهؤلاء الرجال في الكثير من الأسئلة المستفزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنتبه. سجن البيت هو التعبير الدارج بين الشبان العرب ليعبروا فيه عن ضجرهم من البقاء في المنزل طوال الوقت بعد ان امتثلوا لاوامر السلطات الصحيه بضروره التزام الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وكان للقدر في هذا غايه اذ اغتنمت العديد من السيدات العربيات الفرصه للتعبير عن مدى صعوبه ظروف ضمن مجتمع متحفظ على المرأة فقط يجعلها تقضي غالبية عمرها في المنزل مجملين لها الأمر على أنها أم متفرغة لتربية أولادها أو أخت لعون أمها في إدارة خدمة المنزل أو زوجة لطاعة زوجها أو أو فتغرد فتاة على تويتر بلكنتها التونسية لا البنت مش متعودة لكنها مجبرة فيما غردت اخرى لتلفت الانتباه الى وضع النساء في البيت طوال السنين دون ان ينتبه احد لما تعانيه فتقول عنهن المعزولات المنسيات ومن التغريدات الاخرى التي كان لها وقعها قول احداهن هن بالنسبه للعالم عباره عن ارقام تزيد او تنقص بدون هويه لا احد يعرفهن ولا احد يهتم بهن وكثيرات اخريات وجدن في كورونا والاجراءات المترتبه على الوقايه منه رساله عميقه الى الذهنيه الذكوريه التي سلبت منهن شخصيتهن وهويتهن على مدى العصور مع استمرار تفشي فيروس كورونا بدات مجموعه من المتطوعين الجزائريين بصنع كمامات من لفائف ورق المطبخ محاولين ايجاد بديل للمنتج الذي ينظر وجوده على نحو متزايد فضلا عن التوعيه باهميه العنايه الذاتيه رمشة. مع استمرار تفشي فيروس كورونا، بدأت مجموعة من المتطوعين الجزائريين بصنع كمامات من لفائف ورق المطبخ، محاولين إيجاد بديل للمنتج الذي يندر وجوده على نحو متزايد، فضلاً عن التوعية بأهمية العناية الذاتية، وتصنع مجموعة المتطوعين الشبان عشرات الأقنعة الورقية يومياً بطي الورق، وتدبيس حوافه واستخدام أشرطة مطاطية مرنة لتثبيت الأقنعة على الفم والأنف. أحد المتطوعين واسمه محمد قال إنهم أدركوا عدم وجود كمامات في الصيدليات فقرروا البدء في المبادرة نكونوا قاعد الوقاية بس باش قاع إن شاء الله واحد ما يعدي واحد ونكونوا في عندنا الاحتياطات تاعنا أخو هكذا ما عندناش ما لي ماسك وين هكذا الناس اللي ما عندوش اللي ما يلقاش ويوزع المتطوعون هذه الكمامات الورقيه على السيارات والمره مجانا لكنها ليست بنفس جوده الاقنعه المصنوعه بشكل مهني ويفترض ان تستخدم لفتره قصيره ولمره واحده الصيدلي جمال قال إن الجزائر ككثير من الدول الأخرى تواجه نقصاً في الكمامات والقفازات ومواد التعقيم وغيرها من منتجات الوقاية، مع تزايد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس. منذ ظهور الوباء ازداد الطلب على الكمامات والقفازات والمحلول الكحولي لتعقيم الأيدي. كل هذه السلع تشهد نظرة في الوقت الحالي ليس فقط على مستوى صيدليات التجزئة بل أيضا على مستوى باعة الجملة وتعتبر المبادرة خطوة رمزية من جانب الشباب المتحمسين لخدمة الناس في الظرف العصيب الذي يمر به العالم ولو بطريق التوعية وفي محاولة لمكافحة انتشار الفيروس فرضت الجزائر حظر التجول مساء في عدة ولايات وأوقفت السفر الخارجي والداخلي فضلا عن إغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم وتجاوزت حالة الإصابة فيها 360 إصابة ونحو 25 وفاة بالفيروس ومعظم الحالات في ولاية البليدة جنوبية العاصمة الجزائرية في عدم توفر أماكن في منازلهم يعزلون فيها أنفسهم ذاتياً عمن حولهم بسبب كورونا، لجأ قرويون في ولاية بشرق الهند إلى الأشجار ليبقوا عائلاتهم وجيرانهم بمأمن من العدوى المحتملة. المزيد في هذا التقرير. يحتاجون لعزل أنفسهم ذاتياً عمن حولهم بسبب كورونا. لكن ولانه ليست لديهم مساحه كافيه في منازلهم يلجا هؤلاء القرويون في ولايه بشرق الهند الى الاشجار ليبقوا عائلاتهم وجيرانهم بمامن من العدوى المحتمله القرويون السبعة عادوا مؤخرا من مدينة تشناي في الجنوب إلى مقاطعة بوروليا في غرب البنغال، ونصحهم طبيب بعزل أنفسهم عن الآخرين لأربعة عشر يوماً ليبنوا لأنفسهم أسرة ومنصات خشبية يجلسون فوقها على أغصان الأشجار خلال تلك الفترة. نصحنا الطبيب بالبقاء في منازلنا وتطبيق فكرة التباعد الاجتماعي. لكن ليس لدينا غرف خاصة في منازلنا لذا قررنا بمحض إرادتنا أن يبقى بعضنا فوق الشجر والآخر تحته ولا نواجه أي مشكلة في ذلك كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد اعلن الثلاثاء الماضي ان الحكومه ستفرض اغلاقا تاما في البلاد لإحدى 21 يوما في مسعى منه للحد من انتشار فيروس كورونا حيث تجاوزت حالات الاصابه به في البلاد 970 حاله اصابه. والى فقره اللقاء لهذا اليوم لكن بعد هذا الفصل في لقاء خاص مع قناتنا تحدثت النائبة الرئاسية المشتركة للمجلس التنفيذي في مدينة منبج جوارفها نور الحامد عن الحضور والتأثير القوي للمرأة وقدرتها على إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعها منوهة أنها سجلت تضحيات وبطولات سطرت في التاريخ خلال سنوات الحرب في سوريا فالمرأة استطاعت من خلال هذه السنوات أن تحرز إنجازات تسطر بالذهب من خلال انخراط المرأة في هذا المشروع بناء الإدارات فسابقا المرأة كانت قبل أربع سنوات ترضخ تحت ظل العبودية والاستبداد الذي كانت تفرضها دولة داعش الإرهابي وكان جميع القوانين القمعية تفرضها على المرأة ولكن بعد توحيد الصفوف ودحر الإرهاب الداعشي من مدينة منبج استطاعت المرأة أن تنظم نفسها وتنخرط في هذا المشروع مشروع الأمة الديمقراطية الذي أعطى دور للمرأة وناهض أعطاها في حيث تأخذ دورة في بناء هذا المجتمع فبدأت المرأة بالانخراط والدخول في المؤسسات الإدارة المدنية فدخلت في اللجان والمؤسسات والمكاتب فاستطاعت المرأة أن تحرز دورا كبيرا فعندما انخرطت خلال هذه السنوات استطاعت ان تحرز اهداف كبيره فدخلت في مجال الادارات والرئاسه المشتركه في المكاتب وتاخذ قرارات وامكانات تدعم المراه وتطور من بناء المجتمع فنجدها في اللجان التربيه والتعليم في مجالات الصحه في مجالات الاعلام في مجالات العلاقات الاجتماعيه والثقافه من خلالها استطاعت المراه ان تبرز جميع عاداتها وتقاليدها فكل مكون, مكون التطورات من بج استطاع ان يبرز عاداته وتقاليده ولغته الخاصه به فالان اصبحت المراه لديها اكثر حريه اكثر قوه اكثر مقاومه مقاومه ونضال لمحاربه هذه الافكار التي تفرض على المراه من العادات والتقاليد وبعض الامور العشائريه التي تخص هذه المدينه فبفكر المراه وتطور المراه استطاعت ان تنبذ جميع الافكار الافكار والتقاليد الباليه التي اضرت بالمراه فالمراه الان هي صاحبه قرار ومكانة تستطيع ان تحدد اهدافها التي هي تخص المراه وايضا تطور المراه الاخرى في المجتمع. مقالنا اليوم للكاتبه المغربيه سناء العاجي، تفاصيله بعد الفاصل القصير. الكاتبة المغربية سناء العاجي في مقال لها أنه ليس هناك صحفي جاد في العالم بأسره ولا عالم ولا باحث فضح المؤامرة الإمبرالية الأمريكية الصهيونية ضد الصين إلا نحن جهابذة فيسبوك وواتساب كورونا يفضحنا لأنه أيضا يفضح دولا وحكومات ترفق في الكثير من القطاعات وتهمل الصحة والتعليم لنشاهد كورونا اليوم يفضح مستوى الوعي الذي يجعل الإشاعة تنتقل بسرعة أكبر من سرعة انتشار الفيروس نفسه. يفضح مستوى الوعي الذي يجعل الكثيرين بمن فيهم أشخاص بمستويات جامعية مستعدون لتصديق أي شيء بخصوص نظريات المؤامرة ودور أمريكا وإيران والصين ومختبرات الأدوية، أي شيء مهما كان بعيدًا عن العقل والمنطق. اي شيء، مهما كانت الحجج العلمية متاحة ومتوفرة بمجهود بسيط للبحث الجدي، من قال اننا نريد ان نبذل مجهودا؟ يفضح مستوى الوعي الذي يجعل الكثيرين يؤمنون بان خلطات الاعشاب والبهارات والليمون والقرنفل والثوم ستشفيه لا محالة في حالة الاصابة بل وستمنع فيروس كورونا من الوصول اليه اساسا. يفضح مستوى الوعي الذي يجعلنا نصدق ان كل هذا هو مؤامره ضد المسلمين ثم تتطور الامور لنصدق ان كل هذا هو مؤامره امبرياليه ثم تتطور الامور اكثر لنكتشف ان كورونا مذكور في القران بتفاصيل ما نعيشه اليوم. توصلت شخصيا بعدد من رسائل الواتساب التي تفصل سوره المدثر اية اية لتؤكد في النهايه ان الفيروس واعراضه ونتائجه وعلاجه واسمه الحقيقي النقور مذكور في القران وان كورونا لا يجوز لانه مشتق من القران واترك لكم التعليق. كورونا يفضح مستوى الوعي الذي يجعل لدينا استعدادا نفسيا لان نصدق كل شيء يوهمنا باننا ضحايا وان العالم يتامر ضدنا. اقتصادات كل الدول مهددة بحيث يصبح المكسب المحتمل لمختبر يصنع الفيروس واللقاح ليربح ماديًا، تفصيلًا عبثيًا وضئيلًا أمام الخراب الاقتصادي الذي يهدد الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، الموتى في معظم الدول، وعدد الضحايا في ارتفاع لا ينتقي المسلم من البوذي ولا الأمريكي من الإيطالي ولا الصيني من الأفغاني. ونحن ما زلنا نناقش المختبر الذي صنع الفيروس وامريكا وايران وكوكب زحل. ليس هناك صحفي جاد في العالم باسره ولا عالم ولا باحث فضح المؤامره الامبرياليه الامريكيه الصهيونيه ضد الصين الا نحن جهابذه فيسبوك وواتساب. كورونا يفضحنا لانه ايضا يفضح دولا وحكومات تنفق في الكثير من القطاعات وتهمل الصحه والتعليم. كورونا يضعنا اليوم امام حقيقه بديهيه لم تحترمها حكومات كثيره وشعوب كثيره نحن نحتاج المستشفيات اكثر من حاجتنا للمساجد والمعابد والكنائس بدون تعليم مجاني بجوده عاليه وبدون منظومه صحيه عاليه المستوى لا يمكننا ان نبني الانسان ولا ان نبني الوطن اليوم لا ينفعنا الشيوخ ولا الرهبان ولا الائمه ولا المسيح الدجال اليوم نحتاج للعلماء والاطباء واسره المستشفيات وقد تفتق ابداع معظم شعوبنا عن نصوص وجمل ساخره رائعه في الموضوع. كورونا فضح استغلال الدين في السياسه بل والمغامره بحياه الناس باسم الدين حين امر شيوخ ورقاه ودعاه الناس بالخروج للتكبير والدعاء في شوارع طنجه وفاس والاسكندريه. هل يحتاج الله كي يسمع تكبيرك؟ أن تخرج للشارع، أن تغامر بحياتك وحياة من حولك بسبب الانتشار السريع للعدوى، ألا تستطيع أن تصلي وتكبر من بيتك؟ ألست مؤمنا أن الله سيسمع دعاءك حيث أنت حتى لو كنت في أصغر غرفة ببيتك؟ هذا كل ما كان لدينا لليوم ومشاهدينا ألقاكم في حلقة قادمة. Ella le